ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا منساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صلي على سيدنا محمد. والنهاردة خبرنا بيتكلم عن الجميلة شيرين واحتفال أولادها بيها، ربنا يخليهم لها في عيد الأم، وجهزوا لها مفاجأة جميلة جدا جدا جدا، ربنا يفرح قلبها وهم يكونوا السند والعوض ليها إن شاء الله. وتعالوا بينا نشوف أولاد شيرين البنتين عملوا لها ايه في عيد الأم، بمناسبة عيد الأم، تكريما ليها وحبا. الفيديو بتاعنا يكون خلص خلاص، نشوف حضراتكم يا رب على ألف خير إن شاء الله في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.